نروح كمان لمقر هنا إقامة لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم مع مراسلنا بقى هناك شريف شعبان مراسل قناة الأهلي، نعرف منه كمان آخر الأخبار قبل مباراة اليوم والاستعدادات. شريف صباح الخير وكده، وعرفنا الأجواء عندك عاملة إزاي؟ خير كريم، صباح الخير نهاوند، صباح الخير لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان من فندق إقامة النادي الأهلي في التجمع الخامس والمعسكر الأول لموسيماني يمكن المدير الفني الجديد. خلينا نقول لكم الأجواء من داخل الفندق. قبل ما أتكلم على أجواء معسكر النادي الأهلي أقول لك على حالة مرورية، يمكن وصولنا من وسط البلد للنادي الأهلي يمكن في سهولة مرورية كبيرة جدا على كوبري أكتوبر أو 15 مايو أو كوبري قصر النيل، كل الطرق المودية إلى النادي الأهلي في سهولة مرورية كويسة جدا، ولكن كوبري 6 أكتوبر حدث ولا حرج، كثافة مرورية قوية جدا على الجنبين المتجه إلى مدينة نصر أو التجمع الخامس في الكوبري عليه كثافة مرورية كبيرة جدا، واللي جاي طبعا من مدينة نصر إلى وسط البلد بقول له أو بقول له خلي بالك الكوبري عليه كثافة مرورية قوية جدا. دي الحالة مرورية في صباح اليوم. خليني بقى أقول لك أجواء معسكر النادي الأهلي والمعسكر الأول لمستر موسيماني طبعا المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي. يمكن يوم النادي الأهلي النهاردة الفطار في الساعة العاشرة صباحا، وجبة الغذاء في الواحدة والنصف ظهرا، السناكس الساعة 5 والمحاضرة هتكون الساعة 5:30. يمكن اختار امبارح 21 لاعب لمعسكر النادي الأهلي في حراسة المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد شكري، أليو ديانج، حمدي فتحي، السلية، محمد فخري، أفشة، حسين الشحات، كهربا، وليد سليمان، بادجي، مروان جيلاردو، عربي بدري. غيابات النادي الأهلي اليوم أحمد الشيخ، أجاي، محمود وحيد، رامي ربيعة. طبعا مباراة الأهلي والمقاولون العرب هتكون في الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي. يمكن حكام لقاء اليوم حكم ساحة جهاد جريشة، مساعد أول أسامة السيد، مساعد تاني أحمد نوفل، حكم رابع عمرو عبد الفتاح، حكم فيديو النهاردة صبح العمراوي، ومساعد الفيديو النهاردة سعيد حمزة. بطمنك وبطبنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي في تمرين امبارح ومحاضره امبارح، الراجل مع اللعيبه امبارح بينفذوا كل اللي بيقول عليه امبارح في التمرين، كل الشغل اللي اتكلم عليه امبارح كل اللعيبه كانت بتنفذه بحذافيره، الحاله المعنويه عاليه جدا، الكل متفائل ان باذن الله النهارده تكون في نتيجه ايجابيه علشان خاطر نضرب الارقام القياسيه كالعاده. النادي الاهلي ان وجد تلاقي على طول الارقام القياسيه باذن الله النهارده، يا رب يكون يوم جميل لكل الاهلاويه ويفوز النهارده النادي الاهلي على فريق مقاولين العنيد جدا، الفريق قوي جدا طبعا اللي بيدربه ابن من ابناء الاهلي هو الكابتن عماد النحاس. يا رب باذن الله النهارده يكون يوم جميل لكل الاهلاويه. اعود لكم من جديد، اتفضل. خير ان شاء الله، بنشكرك شكرا جزيلا.